ولسه مكملين مع حضراتكم فقرتنا من مهارات عظيمة. طبعا في كل مرحلة عمرية بيحتاج الجسم للتغذية السليمة والفيتامينز اللي بتساعده على النمو بشكل صحي، أكيد وبالأخص المرأة، لأنه بيكون احتياجاتها للفيتامينز بشكل يعني قوي جدا عن الرجل، وده بسبب أن هي المراحل اللي بتمر بيها وبتفقدها الكتير جدا من الفيتامينز والمعادن، واللي لازم تعوضها أكيد علشان تكون صحتها كويسة. إحنا النهاردة هنخصص الفقرة دي علشان نهتم ونتكلم عن أهمية الفيتامينز لصحة المرأة مع ضيفتي المنوراني ومشرفاني في الاستوديو دكتور دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال. دندون حبيبة قلبي، ازيك يا عظيمة؟ الحمد لله حبيبتي، منوراني ومشرفاني. كل سنة وانت طيبة وكل الناس طيبين يا رب. وانت طيبة وصحة وسعادة يا رب العالمين. تسلمي. طبعا بشكرك لانه انت بتجمعي لنا كل أسئلة الأصدقاء، وبجد احنا النهارده الموضوع عجبني جدا. أيوة. وهتجاوبينا على اسئله هتهمنا كلنا طبعا. معاكي. انا اول واحده فيهم. اوكي. بصي يا دندون، احنا طبعا اول حاجه السيده بما انها بتمر بفترات عمريه، خلينا نبدا من البدايه. المرحله اللي ابدا اقول انا وانا فيها كده اقول ايه، انا ممكن يبقى عندي نقص فيتامين، انا بكتشف حاجات بسيطه. اكتشف ضوافري طبعا وشعري طبعا، فابدا اقول ايه، هو ليه بيقع؟ هي ليه ضوافري ضعيفه ما بتطولش؟ صح، دي مبدئيا طبعا. يعني قولي لنا بقى، كلميني عن المراحل دي بس باستفاضه كده. بيبقى في ساينز تانية، يعني يمكن الساينز الكومن قوي ان الشعر بيقع، وبرجع اقول مش كل تساقط شعر نتيجه نقص فيتامينات. عندي امراض مناعيه، عندي مشاكل في السكر، عندي امراض مزمنه ممكن تؤدي الى تساقط شعر. لكن على طول بقول، ودي بتحتاج ادويه ولا فيتامينز هتنفع، الفيتامينز داعمه فقط. فبناخد الدواء مع الطبيب المختص، بنمشي على البريسكريبشن، وممكن ندعم بالفيتامينز. كويس. تكسير الضوافر، بتلاقي حاجات كتيره، شحوب البشره، البشره تبقى شحبه، محتاجه فيتامين بي على فكره. يمكن فيتامين بي من اهم النتيجه بتاعته، او من اهم فوائده ترطيب البشره، لان شحوب البشره نتيجه الجفاف. ترطيب البشره وبيحارب قصه البيجمنتيشنز، او بيحارب التصبغات بشكل ما. الهالات السوداء، يمكن كمان الاسمرار اللي حوالين البق. لما باجي اغسل سناني الصبح الاقي ساعات دم بينزل. بس لو ما عنديش سيوله عاليه وقتها اقدر اقول ممكن يبقى نقص فيتامين سي، فلازم ندعم فيتامين سي، لانه كمان بيدعم جدا التئام الجروح، والزنك بيدعم التئام الجروح. الحاجات دي الحاجات بقى اللي بنحس بيها ممكن تبقى نتيجه نقص فيتامين، الخمول والكسل. بتلاقي سيدات كتير عندها خمول وكسل وعدم تركيز، يمكن كتير مننا بينسى، تركيزه مش قوي قوي. وقتها اقدر اقول نقص فيتامينز، وبالاخص يمكن فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه. تنميل الاطراف، دي برضو مشكله. تنميل الاطراف بيبقى نتيجه نقص فيتامين بي، لان فيتامين بي داعم جدا للاعصاب، وكل اعصاب جسمي حتى العصب البصري. يعني على طول بقول مهم جدا الفيتامينات عشان احسن العصب البصري واحسن قوه النظر. يمكن بيقولوا لنا ايه، الجزر بيقوي النظر لانه مليان فيتامين اي مثلا. مع فيتامين اي محتاجين فيتامين بي. التخن ممكن فجاه بتلاقي بعد التقدم في السن مع الست الحرق بتاعها بيبقى اضعف. فبتلاقي بتكتسب دهون اكتر، فلو ما اخدتش فيتامينات بتعلي لي معدل الحرق هلاقي نفسي بتخن. المود بتاعي بتلاقي ايه، مود سوينجز، يعني شويه مبسوطه شويه متضايقه، ومعرفش انا متضايقه من ايه، ممكن وقتها اقول نقص فيتامينز. فمهم جدا لصحه المراه تدعم الفيتامينات والمعادن رقم واحد، تدعم الصحه النفسيه جدا، لان التوتر النفسي والضغط العصبي بيعلي لي مستوى الكورتيزول، ودي بتعمل لي مشكله في كل هرمونات جسمي. فتدعم الفيتامينات، تمشي تلعب رياضه، تشرب كويس، تاكل اكل صحي، كل ده هيظبط معاها مع اي فئه عمريه. طبعا هنتكلم ليتر اون عن الفئات الحوامل، لكن انا بتكلم على الستات الطبيعيين. طب خلينا بقى نصنفهم دلوقتي. البنوته اللي في عمر العشرينات غير اللي في الثلاثينات، غير اللي في الاربعينات، غير اللي فوق الاربعين. نحدد ازاي نوعيه الفيتامين اللي يحتاجه كل جسم، يعني كل شخصيه من دول، او على حسب عمرها؟ بصي يعني ايه المطلوب للي من العشرينات تبدا تدعم بيه نفسها مثلا، وبعدين بيزيد مع التقدم العمري؟ هو اي سيده بتحتاج فيتامينز يوميا.
يعني من الفيتامينز اللي بنحتاجها يوميا فيتامين سي. تمام. بيدعم المناعه جدا. فيتامين سي بيدعم الغضاريف وبيدعم العظم. فيتامين سي بيحفز لي على انتاج الكولاجين فبيعلي لي جدا نضاره البشره. من الفيتامينز اللي بنحتاجها يوميا اللي هي الووتر سوليبل اللي هي قابله للذوبان في الماء. فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه. طبعا السيده الاكبر سنا بتحتاج أكتر. اكيد جرعات تقصدي جرعات اكتر. تمام. والسيده الحامل بتستشير الطبيب لان بتحتاج جرعات معينه من فيتامين من الاوميجا من الفوليك اسيد مهم قوي ليها. لانه بيدعم صحه الاعصاب ويعمل على عدم تشوهات الاجنه. الست اللي بترضع محتاجه برضو فيتامينز. بعد المونوبوز او بعد بدانا نخش في الأربعين والخمسة والأربعين فلازم ندعم جدا صحه عظمنا لان مع البونوبوز كثافه العظم بتقل جدا. فبتستشير الطبيب تعرف نسبه الكالسيوم بتحتاج اكتر من اللي عندها 20 سنه و30 سنه. اكيد فكل فئه عمريه بتحتاج فيتامينز بس المقادير والتركيزات عندي بتختلف. لكن الفيتامينات اللي قابله للذوبان في الماء مفيش مشكله ان انا اخدها يوميا. طب ما تكلمينا بقى عن الب مالتي فيت علشان هو من الفيتامينز المرشحه للسيدات. وطبعا لكل الفئات لكن هنتكلم عن ده بس كلميني عن فوائده للمراه. الب مالتي فيت رائع. في معظم مش بقول كل الفيتامينز. أوكي. اقدر اقول معظم الفيتامينز وفي الفيتامينز اللي بتدعم لي جدا المناعه للمراه. الصحه النفسيه بيقدر يدعم بطريقه ما المود بتاعها النشاط بتاعها سرعه الايض بتاعها. بيدعم الكالسيوم لان داخل الب مالتي فيت انا عندي فيتامين سي عندي فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه فيتامين بي والعيله كلها والله كلها. ما شاء الله. عندي الزنك داعم جدا للشعر على فكره الزنك ونحاس يعني بشره وشعر. وطبعا مناعه. احنا شايفين على الشاشه دي صوره علبه او منتج الب مالتي فيت. طبعا احنا موجودين ومتوفرين بالصيدليات في كل محافظات مصر. نقدر نتكلم عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه ده رقم الشركه بتقدر البنات اللي شغالين في الكول سنتر يوجهوهم الصيدليه اللي جنب بيتهم. طبعا احنا هنا بنشرح كل الفيتامينات اللي موجوده في الب مالتي فيت. دي موجوده بنسبها كمان. طبعا بالنسب كلها. كلمينا عنها بقى. طبعا الزنك عندي اعلى تركيز في الزنك. ما دام عندي زنك يبقى لازم اي مكمل غذائي فيه زنك وبمشي عليه لايف تايم او بمشي عليه مده طويله لازم احط معاه نحاس. لازم لان ده كليتس بيشغلوا بعض. طبعًا. تمام. فيتامين هي اللي هو فيتامين اي ده اقوى مضاد اكسده ربنا خلقه. لازم طول الوقت انا جسمي بيتعرض للالتهابات. صحيح. من حاجات كتيره جدا بيتعرض للالتهابات فبقدر امنع او احد شويه من الالتهابات من فيتامين اي بلس لما احنا شفنا طبعا فيتامين بي شفنا الكالسيوم موجود والحلو في الب مالتي فيت ان الكالسيوم تركيزه 70 فقط. هو المفروض في العادي يبقى تركيزه قد ايه؟ لا في العادي السيده بتحتاج 1000 اللي هي السيده الطبيعية مش الحامل. الحامل بتحتاج 1200. اوكي. وبعد المونوبوز او انقطاع الدوره برضو بتحتاج 1200. فعشان كده بقول هو الب مالتي فيت حلو جدا للسيده الحامل بس اكيد بنصحها باستشاره الطبيب لو محتاجه تاخد كالسيوم زياده مع الب مالتي فيت. لان ما ينفعش الكالسيوم انا بتكلم على مكمل غذائي بنمشي بيه وقت طويل ما ينفعش يتحط فيه كالسيوم بتركيز عالي. يعني مثلا يقول لي طب مثلا لو انا عندي مشاكل كبيره جدا في العظم لا غنى عن زياره الدكتور. اوكي. لان لو محتاجه كالسيوم بقى بتركيز عالي جدا لمده شهر شهرين زي ما الدكتور بيقول وبتمشي على التركيز البسيطه اللي زي الب مالتي فيت. السؤال بقى الب مالتي فيت هنا عايزه اعرف الجرعات بتاعته المسموحه وعايزه اعرف انا دلوقتي اقدر اروح الاقيه في الصيدليه العاديه. لان انا عارفه ان كل حاجه موجوده في الصيدليه لازم تكون مرخصه. طبعا. صح كده؟ ده امان اكيد. يعني موجود أكيد. في كل الصيدليات. الب مالتي فيت موجود اقدر اقول 70% من صيدليات مصر لكن موجودين في سلسله صيدلات مشهوره بتبقى موجوده في كل المحافظات. اوكي. فمش هقدر اقول اسماء الصيدليات هنقدر نتكلم عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه والكول سنتر هيرشحه. اوكي. نقدر اقدر اقول ان الب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء. وده حاجه داعمه جدا لكل الناس اللي بتتفرج عليا ان احنا بنتكلم على منتج
مسجل طبعا. معانا صوره الشهاده اهي، تسجيل منتج غذائي. ده امان لكل الساده المشاهدين، من حقهم يشوفوا ترخيص المنتج. انا كمشاهده مهما الدكتوره قالت انا من حقي اشوف ترخيص المنتج قدامي. ده صحيح، لانه احنا بنشوفها على اونلاين حاجات والناس بترشح منتجات وما بنبقاش عارفين عنها حاجه اصلا. يا دينا طبعا شركه بايوناتشرال بشكرها جدا انها دعمت ان 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 الترخيص يطلع على الشاشه، ومعنى انه مرخص يبقى موجود في الصيدليات. وبقول لكل الناس اللي بتتفرج علينا، ما تاخدوش مكملات غذائيه ادويه مجهوله المصدر، خدوا الحاجات دي من الصيدليه. الصيدليه على طول اعرف انها امنه ومرخصه من الجهات المختصه. طب قول لنا بقى الجرعات بتاعته ايه بقى؟ الجرعات قد ايه في اليوم منه؟ أنا شايفة إنه في ثلاث شرايط. ثلاث شرايط؟ يعني هو 30 كبسولة. 30 كبسولة. أسعاره إيه بقى؟ يعني السعر رائع، السعر متناول الجميع. متناول الجميع بلا استثناء، من الغني للفقير. لأن الصحة وإن إحنا ندعم الصحة ده حق كل الناس بكل فئات المجتمع المصري أكيد. الجرعة المناسبة المصرح بيها هي كبسولة واحدة في اليوم. كبسولة. يمكن بيقولوا مثلا طب احنا عايزين ناخد كبسولتين، دي مش بتاعتي، دي بتاعت الدكتور المختص لو هي محتاجة، سواء سيدة او رجل، لان اكيد داعم جدا للرجل كمان يسألوا لو انا محتاجة اكتر من كبسولة. لكن الكبسولة المصرح بيها هي كبسولة واحدة في جميع الاعمار. هاخدها امتى يا عظيمة؟ ممكن اخدها بعد الفطار، بفطر فطار كويس. ايوة. وباخدها على كوباية مية كبيرة او بعد الغداء. طيب حلو، ممكن اعرف بقى الاعمار، يعني انا ممكن استخدمها لعمر ايه؟ يعني بتبدا من عمر كام لحد كام؟ نقدر نقول نبدا من سن المراهقه، يعني 13 14 سنه ما فيش مشكله. يعني كمان الولاد يقدروا، يعني طبعا الولاد في العمر ده يقدروا. انت عارفه في الوقت ده يا عظيمه او في العمر ده طول الوقت بتلاقيهم للاسف بيبقوا في الشارع بياكلوا جانك فود وبياكلوا اكل وما بتلاقيهمش بيحبوا بقى السلطات قوي، بيحبوا الخضار قوي. بالظبط. او اكل البيت عموما، اكل يعني. البيت. فلازم ندعم الفيتامينات الناقصه بالمكمل الغذائي المرخص من هيئه سلامه الغذاء الفا مالتي فيت. واكيد احنا شايفين على الشاشه الميزه المميزات الفا مالتي فيت كلها. حلو. يعني ده اللي موجود على الشاشه والله دلوقتي. ان هي يعني الناس تقرا وتشوف وتبقى شايفه بعينيها كمان التصريح. والاهم من ده بقى عايزه اسالك اصحاب الامراض المزمنه، عشان ده سؤال مهم جدا. في اصدقاء لينا بيشوفونا اصحاب امراض مزمنه، هل يقدروا يتعاملوا مع الب مالتي فيت بكل امان وسهوله ولا ايه الدنيا؟ الب مالتي فيت ما فيهوش اي ماده فعاله تتعارض مع اي دواء من اصحاب الامراض المزمنه اطلاقا. تمام. هو مكمل غذائي طبيعي، فيتامينز، ما فيهوش مواد فعاله تتعارض مع اي ادويه. طبعا اصحاب الامراض المزمنه ما فيش مشكله ان هم ياخدوا الب مالتي فيت مع الادويه روشته الدكتور رقم واحد، والفيتامينز هي بس داعمه للصحه، داعمه للمود، داعمه للنشاط، داعمه للتمثيل الغذائي فقط. يقدروا كمان يسالوا الدكاتره والطبيب المختص، اوريدي طبيب مختص ما فيش اي مشكله اكيد هتبقى معاه ان هم يدعموا بالفيتامينز. لو عندي كونسرن بسيط جدا، فئه بسيطه جدا، اصحاب امراض التليف الكبدي او امراض الكلى، اي حاجه بياخدوها ايا كانت، حتى الاكل احيانا اللي بياكلوه والشرب بيسالوا الطبيب المختص. اكيد. طب خلينا ننتقل لفتره الحمل والرضاعه. دي برضو فترة مهمة طبعاً للمرأة جدا. طبعاً طبعاً. طيب بتقدر تتعامل مع الب مالتي فيت ازاي؟ هتقدر تاخد الب مالتي فيت آمن جدا جدا. أوكي. لكن تقدر كمان تسأل الدكتور المختص، لأن ممكن تحتاج كالسيوم أعلى. زي ما أنا قلت الب مالتي فيت فيه 70 ملي جرام، هي محتاجة أعتقد 1200 ملي جرام. فتقدر تسأل الدكتور لو محتاجة تاخد سبلمنت كالسيوم مع الب مالتي فيت. الب مالتي فيت فيه فوليك أسيد، لأن أوريدي الست الحامل من قبل ما بتحمل. صحيح. حتى من قبل ما بتحمل في خطة الحمل والدكتور بيمشيها على الفوليك أسيد. أوكي. عشان الفوليك أسيد أول ثلاث شهور كمان من الحمل طبعا بتاخده. طبعا. فتقدر تستشير برضو الدكتور، لأن أنا بحب السيدة الحامل أي حاجة تاخدها تستشير الطبيب المختص. لكن الب مالتي فيت طبعا هيبقى داعم ليها وملوش أي أعراض جانبية، واللاكتيتنج مادر كمان اللي هي الست اللي بترضع. أوكي. يمكن الست اللي بترضع هتحتاج اوميجا كمان مع الب مالتي فيت، لان الاوميجا مهم جدا جدا لكل حاجه في الحياه. الاوميجا موجود في الاسماك الدهنيه اكيد. فانا بقول على طول ان احنا ناكل سمك، السمك اكتر حاجه صحيه. طبعا. وناكل الفراخ وناكل اللحمه بس بالنسب المعقوله، عشان اليوريك اسيد عندي ما يعلاش ويحصل نقرس. طب بالزبط. هسالك حاجه بقى دلوقتي، انا ممكن امشي على مكمل غذائي فتره وبس، في من بعض المكملات الغذائيه بيضر. يعني مع الوقت بيضر، قولي لي بقى قصه الفا مالتي فيت والموضوع ده ايه؟
اعتقد ان قلب مالتي فيت ملوش اضرار اطلاقا. أوكي. لان نسبه بسيطه ومعظم الفيتامينز اللي فيه ووتر سوليبل، يعني ما بتتخزنش في الخلايا. طبعا لو عندي مكملات غذائيه اخرى فيها فيتامينز قابله للذوبان في الماء بيحتاجها طبعا فتره، وممكن بيوقف بيرجع يحتاجها تاني، لان كل الفيتامينات احنا محتاجينها شبه يومي، وبالاخص الفيتامينز اللي لا تنتج في الجسم. يعني عندك الكالسيوم الجسم ما بينتجوش، محتاجين ناخد كالسيوم من الاكل، سواء البيض سواء الالبان سواء الجبن. والسيده اكيد اللي بعد سن ال40 محتاجه تدعم بالكالسيوم جدا جدا بالمكملات الغذائيه، يعني ده مع الدكتور بتاعها، الدكتور النسب بتاعها هو اللي بيدعم لها او يديها النسب الزياده. حلو. يعني يمكن مثلا لو هتكلم على اي فيتامينز من القابله للذوبان في الماء، لو فيها ديستراكشن او قليله هتحصل مشاكل. فيتامين د من اهم الفيتامينات طبعاً. للمناعه وللمود ولصحه الست، واحنا الستات المصريات كلنا، انا على طول ما فيش حد قابلته من الصحابي ما عندوش نقص فيتامين د، انا اولهم وانا شخصيا، فلازم ادعم فيتامين د بتركيز عالي. اذا وانا ما باخدوش من المصدر الاساسي بتاعه كمان، هو كمان مصادره مش قليل، مش كتير، مش كتير، ومش كتير بيحبوا يقعدوا في الشمس. يعني كتير يقول لك لا ما اقعدش في الشمس، اقعدي في الشمس ربع ساعة في اليوم مش هيحصل حاجة، وحطي الصن بلوك. ممكن تقول لك لا أنا مش عايزة أقعد في الشمس، فلازم تدعم بمكمل غذائي. بمكمل في خلاص، احنا كلنا بنحتاج فيتامين مكملات لغاية ما بتوصل التركيز الكويس بتاعها. حلو قوي. التركيز اللي هو الحد الأدنى. بعد فترة قد إيه من استخدام ألفا مالتي فيت أحس بالنتيجة الحلوة اللي أنا منتظراها؟ تقدري تقولي عظيمة من عندي أول أسبوع بقى. أو تعبير. من أول أسبوع. من أول أسبوع، بس أهم حاجة إن أنا أخده مرة كل يوم. منتظم. مش مرة كل ثلاث أيام. الجسم بيحتاج الفيتامينز يومياً، وأكلنا بقول على طول مش كفاية، لأن أنا بحتاج فيتامين سي، بحتاج فيتامين بي بكل انواع، وبحتاج كالسيوم، بحتاج زنك. فاقدر اقول من اول اسبوع بلاقي نتيجه ممتازه. حلو قوي. طب قول لنا بقى ايه اللي بيميز تحديدا الفا مالتي فيت من المكملات الغذائيه عن اي منتج تاني؟ حاجات كتيره يعني. ايه بقى قولي لي؟ الاقوى تركيز الزنك مبدئيا. فيتامين سي كمان، فيتامين سي 500 ملي جرام طبعا، ويحتوي على عائله فيتامين بي او بي الكامله. يعني بتلاقي مكملات تانية أخرى فيها نياسين، رايبوفلافين، بس أيضا أنا عايزة كوبالامين، لأن الكوبالامين داعم لكرات الدم الحمراء، وطول الوقت احنا لازم ندعم صحة دمنا، لأن الدم هو وسيلة مواصلات كل حاجة في الحياة، هو وسيلة مواصلات الهرمونات بتاعتنا، وسيلة مواصلات الفيتامينات والمعادن، وسيلة مواصلات الفضلات والسموم، فلازم طول الوقت أعرف أدعم صحة دمي. الكوبالامين بيكون لي وبيساعد على تكوين كرات الدم الحمراء. فبتلاقي مكملات تانية فيها نياسين، رايبوفلافين، فوليك أسيد، ما فيهاش كوبالامين. طب أنا عايزة كل عائلة فيتامين ب، لأن كل واحد فيهم بيشتغل بطريقة معينة. فده موجود في ألفا مالتي فيت بلس، إن هو قوي جدا كمضاد أكسدة لأنه بيحتوي على فيتامين إي وسي، بلس انه داعم لصحه الضوافر والشعر والبشره، لانه محتوي على كالسيوم وزنك ونحاس. هايل. طب يعني اقدر اقول كده ان هو ملوش بديل في الصيدليات؟ قلب مالتي فيت ملوش بديل خالص، لا بالغالي ولا بالرخيص. هو قلب مالتي فيت زي ما احنا شفنا، على طول بقول ان احنا نصور صوره العلبه عشان لما نروح للصيدليه او نروح للصيدليه ونطلبه هو الشكل ده، ملناش اي بديل اطلاقا. ملناش بديل. وارجع اقول اكيد مرخص من هيئه سلامه الغذاء وامن جدا لكل الناس. دندون انا بشكرك جدا، شرفتيني ونورتيني بجد دكتور دينا ابو السعود في الفقره دي، وبشكرك على الاسئله الرائعه اللي احنا يعني ارجو ان احنا نكون قدمناها لاصدقائنا وجاوبنا عليها، لان فعلا في حاجات كتير تختلط علينا فيها الامور. صح. انا شايفه ان انت النهارده وضحت لنا حاجات كتير حبيبتي. واكيد ما زلنا لسه مستمرين في الفقرات تانية، اكيد هتوضح لنا حاجات تانية عشان برضو الرجال ما يزعلوش مننا. هناخد كمان اسئله ان شاء الله فقرات تانية عن الساده الرجال علشان نبقى خدمناهم فير. كمان نبقى فير. احنا ناس صح. فير صح. انا طبعا بشكر حضراتكم جدا جدا ل يعني حضراتكم متواصلين معانا ودايما ليكم اي اسئله بعتوها لنا. يعني ما عندناش اي حاجه نقدر نقولها غير انه حضراتكم ليكم اي اسئله بعتوها وان شاء الله تجاوبها معانا دكتور دينا ابو سعود، كانت موجوده معايا مشرفاني منوراني، مستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. بشكر حضرتك. تسلمي يا مره ثانيه، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.